بداية الحملة كان استهداف ممنهج لجميع النقاط الطبية في المنطقة، ومن بينها مشفى نبض الحياة الجراحي مشفى حاس، أدى إلى خروجه بالكامل عن الخدمة نتيجة تعرضه لغارتين روسيات، كل غارة 4 صواريخ ارتجاجية بالإضافة إلى الحرب السوري السيخوي 22 والمروحة المحمل بالبراميل. القصف إلى حدوث عدد قليل أو معدوم تقريبا من النقاط الطبية، مما أدى إلى نزوح الأهالي والسكان إلى المناطق الحدودية نتيجة القصف الشديد وعدم وجود أي منطقة أو أي منشأة طبية في هذه المنطقة.